الحمد لله رب العالمين، نحمد الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الفوز للبحرين كامل وللمحرك خاصة، وإن شاء الله إن شاء الله يعني نكون يعني خير سلف لخير خلف لخير سلف. المجلس السابق كان من أجود ومن أحسن المجالس، وإن شاء الله إحنا نسير على نفس الخطة اللي هم مشوا عليه، وإن شاء الله هم بيعينوننا، وإن شاء الله رب العالمين الله ييسر لنا الأمور. هل عندكم ملفات؟ طبعا في ملفات، بس الحين حاليا يعني خلنا ندرس. احنا تونا طبعا مستلمين الأمانة او بنقعد وبنشوف احنا الملفات اللي موجودة كامل القديمة، وعندنا ملفات جديدة ان شاء الله بنطرحها في وقت المناسب. متى راح تكون ان شاء الله اول جلسة؟ هو خلال هذا الشهر تحددها، شو اسمه يعني احنا نحددها بنفسنا وامين السر، خلال يعني خلال الشهر هذه، يعني يمكن بعد اسبوعين ثلاثة احتمال.